قال مصدر حكومي إن أول رحلة لترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا ألغيت في اللحظة الأخيرة بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر بوقف ترحيل العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا على متنها. وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لانتقادات من معارضين وجمعيات حقوقية باعتبارها غير إنسانية، بينما ترى لندن أن هذه الخطوة ستردع الرحلات الخطرة وتتصدى لشبكات تهريب البشر. من جانبها قالت الناطقة باسم الحكومة الرواندية إن بلادها ما زالت ملتزمة بالكامل بالعمل على إنجاح هذه الخطة.